استاذ هيثم مرحبا بيك في قرار 24، والنهارده يعني فعاليه مهمه جدا تبع مهرجان الجونه، شايف ده ازاي؟ وشايف دي اول الفعاليات، واكيد هيبقى فيه فعاليات تانية كتير في القاهره هنا. انا بحب مهرجان الجونه وبشوف ان هو مؤثر جدا في الصناعه، ويمكن من الحاجات الكتيره اللي الناس ما بتهتمش بيها ان هو فعلا داعم للصناعه بشكل كبير والافلام كتيره. انا يمكن حظي كان طيب جدا مع مهرجان الجونه، اول فيلم ليا كان في مهرجان الجونه فوتوكوبي وخد جايزه، والسنه اللي بعدها خدنا جايزه فيلم قصير ما تعلاش عن حاجه، فمرتبط بيه انسانيا بشكل كبير. وشايف ان توسع المهرجانات في ان هي تدي فرص او ورش عمل لصناع ومهتمين بالسينما خارج المحافظات وفي القاهره وفي اماكن كتير، ده مفيد جدا للصناعه. ايه اللي بتحضر ليه الفتره الجايه بشكل عام او شغال عليه؟ انا شغال على فيلم بنصوره حاليا اسمه ضي، ممكن ما نقولش ابطال، ممكن نقول مع كريم الشناوي، مش مرشحين، احنا خلاص احنا بنخلصه، احنا فاضل لنا كام يوم تصوير بعد العيد بنخلصه لان احنا بادئين فيه من بدري، بس يعني حاسين ان هو فيه مفاجاه فحابين ان احنا نتكتم على تفاصيله انا وكريم لحد ما يظهر للنور. فيلم طويل، فيلم رؤيه طويل، احنا دايما بنشتغل في هدوء يعني ما بتسمعوش عن الحاجه غير لما بنخلصها عاده. بيتكلم عن ايه؟ قصته ايه مثلا؟ اي حاجه بيناقش قضيه معينه؟ هو فيلم انساني، ويمكن دي التجربه الثانيه اللي بتجمعني مع كريم، احنا انا وهو عملنا فيلم عيار ناري مع بعض، كان موجود في مهرجان الجونه في دورته الثانيه على هامش المهرجان، وده تاني عمل بيجمعني مع كريم، وانا بتجمعني مع كريم صداقه عمر وشراكه، فيعني مبسوط ان احنا بنشتغل مع بعض تاني. بالتوفيق ليك جدا، وعايزين نشوف حاجات بقى، مسلسلات، حاجات ثانيه كتير. اشكرك، شكرا ليك، شكرا.